ندى فنانة عراقية تشكيلية قدمت نفسها من خلال لوحاتها التي ركزت فيها على النساء والأطفال، واعتبرت نفسها معنية بهذا الجانب، كما أنها لم تغفل الذاكرة والحلم خاصة فيما يتعلق بالمكان الذي أصبح ملتبسا في مفهومها. درست الفنون بمعهد فنون الشارقة ومعهد فنون الخط العربي، وهي إحدى تلامذة الفنان محمود عبود. أيضا هي خطاطة، لها مشاركات عدة في معارض الخط العربي، وتدير موقعا إلكترونيا ثقافيا يهتم بالحراك الثقافي وما يمثله من فعاليات بالمنطقة. الفنانة ندى الهاشمي، مساء الخير. خليني أقول وكنا عم نشوف سوا يعني سناب شوت أو مقتطفاتك سريعة على لوحاتك. رح أبدأ من يعني هي اللوحات على مثل ما حكينا أنه هي كانت مشاركة بالمعرض يلي حمل عنوان الذاكرة والحلم. خبرينا أكثر. في البداية مساء الخير، حيي قناة الشرقية اللي استضافتها لي، وحيي جميع العاملين فيها بما تقدمه من برامج متميزة ومتنوعة. معرضي هذا معرضي الثاني، قمته في دبي في قاعة الفور وولز، يحمل عنوان الذاكرة والحلم. الذاكرة والحلم هما ولحال يعني لحاله يعني عنوان، يمكن هذا المعرض بيخليك توقفي. ما هو الذاكرة والحلم هي طريقة حياة وهو موقف من الحياة. الذاكرة الماضي، الذكريات الجميلة، نحاول نستعيدها ونحاول نجمل الحاضر والمستقبل. لوحاتي كان 17 لوحة أغلبها نساء. اللوحات اللي عم تشوفها هلا نساء أطفال كانت بالمعرض. نعم كانت في المعرض. الوجوه عندي أغلبها يعني وجوه بلا ملامح. في هذه اللوحة الأولى تشاهدين النساء، أربع نساء ورجل. يعني الرجل أترك للمتلقي يفهم اللوحة. بس أنا سؤالي، بما أنه عم نشوف، إذا بيطلعوا شوي بس زوم أوت ليبين معنا اللوحة الأولى، يعني نحن عم نشوف ثلاث وجوه ووجه أربعة أسود. هل مقصود فيه يعني أنه دائما في امرأة بظل بالظل ما حدا دريان فيها، ولا مو عند كل الرجال، عند البعض؟ ما أنا عملت مع كل لوحة تغريدة، كل تغريدة تقرأ اللوحة. فكتبت الاختيار ليس صعبا ولكن لمن؟ المتلقي هو شلون يفهم اللوحة؟ أنا اللي علي أنه قلت أنه وهون بيكمن إبداع الرسام، لما بيترك اللي عم بيشوف اللوحة خياله يشتغل. نعم أشوف المتلقي شو فهم. أنا وضحت لك أنه أربع نساء ورجل، حزينة غاضبة. صحيح. طيب اللوحة الثانية طفولة، ذكريات الطفولة، الألعاب الطفولة اللي كنا نلعبها، الطيارة الورقية. زمان لما كنت أنا ألعب هذه الطيارة الورقية كنت سعيدة أكثر سعادة من ابنتي هسه اللي تحمل الآيفون. صح، لأن يمكن لأنه كنا في الوطن لذلك كنا سعداء. ويمكن كمان طبعا بالإضافة لهذا الشيء أنه يعني بساطة الحياة اللي كنا أكيد عايشين فيها. حياة بسيطة وكانت أحلامنا ما تتجاوز عن الطيارة الورقية. صح. طيب خبرتيني وانا عم شوف ايضا بشكل واضح انه الوجوه ما فيها ملامح، ليش؟ ملامحنا نستعيدها لما نستعيد الوطن. ملامحنا غابت بغياب الوطن. ان شاء الله يا رب بيرجع العراق بكل الخير والعمار ان شاء الله والازدهار. طيب رح نبلش نحكي شوي عن يعني اشخاص تاثرتي بمدرستهم. هل رسوماتك هي يعني شو انواع الفنون المدارس اللي انت فيها؟ معظم لوحاتي تميل الى الفن التعبيري. في تجريدي او لا؟ لا مدرس. هي اكثر لوحاتي تميل الى التسطيحيه وعدم الاغراق في الرموز. اكثر الفنان تاثرت به هو الاستاذ الفنان المبدع محمود عبود. هو اللي أنضى تجربتي، وصراحة يعني أنا لحد الآن في ما زلت يعني في البحث، لأنه تعرفين الفنان ما يتوقف، فمستمرة ومتواصلة ويا أستاذي المبدع محمود عبود. تأثرت بالرواد شيء طبيعي هذه، وبالمدرسة الحدثوية. وتشوفين هنا هذه اللوحة عندي يعني هي تعبيرية. لا نحن أنا بدي بما أنه لا طالعة هذه اللوحة. نعم
هذه لوحة مقلوبة. هي مقلوبة بس. طيب كيف فينا نصفها؟ ثلاث نساء وعندك ربطة العنق رمز للرجل طبعا. ثلاث نساء، اثنين نساء مغيبات نائمات، وفي امرأة اللي ترتدي الأحمر هي في وضع المستعدة اللي هي تكون، يعني ثلاث نساء ورجل بعد. أنا همين ما أوضح أكثر. حلو. للمتلقي. بس دائما يعني ندى، الألوان طبعا هي اللي بتعطي الطابع التعبيري للوحة، وأنا عم شوف بكل لوحة، ما بعرف بدي أفهم منك شو المقصود، عم تختاري لون واضح. نعم. جريء. أنا اللون عندي عنصر مهم في اللوحة. اللون هو يعطي الصفة التعبيرية للوحة، ودائما أوظف اللون بلوحاتي لكي أوصل الفكرة اللي أنا أريدها للمتلقي. طيب بدي أحكي أيضا يعني عن رسالتك. أنا شايفة إنه المرأة والرجل وهي الإرهاصات بحياتنا يعني موجودة وحاضرة بكل لوحة، ولكن أنت شو الرسالة اللي بدك توصليها للناس؟ صراحة أنا يعني لوحاتي تعكس المرأة، اهتماماتي، مشاكلنا، همومنا، يعني إحنا نتأمل ونحلم بفن يعكس آمالنا وأحلامنا وبيئتنا وفلسفتنا وهمومنا. لوحات يعني هي خلينا نقول ومضة في عالم الفن. الفن احنا نحلم انه يكون، نطمح نحو حياة افضل واجمل طبعا. والفن هو موقف من الحياة، وهذا الموقف وهذا انا اللي اريد انجزه. الفن اللي اريد انجزه يكون نحو شيء افضل واجمل. طيب ندى، بما انك فنانة عراقية، يعني انتوا الفنانين العراقيين بالمهجر كيف تجتمعوا مثلا في ندوات؟ بصراحة اللقاءات قليلة. اللي ممكن نجتمع فيه يكون فيه عن طريق نشاط فني ثقافي. وبصراحة احنا في الغربة ما عندنا إطار، ما نعمل ضمن إطار معين، ما في صيغة ولا إطار. وأكيد هذا الشيء، يعني أنت كفنانة بيكون ربما أهلك أو مالك رضيانة عن هذا الشيء. يعني في الغربة يكون المستقبل مجهول، ونعمل احنا كليتنا نتواصل، يمكن اللي خلينا نتواصل انه نتابع الفن والثقافة. بدي ارجع ايضا للمعرض الاخير الذاكرة والحلم. هون عم نشوف بروشور هيك صغير، في شوية لوحات. هاي اللوحة ما لها معنى بالاستوديو، ما بعرف اذا واضحة. اوكي هيك عم تشوفوها، هاي اللوحة الأولى، تحكي لنا بس عنها. هذه ألعاب الطفولة اللي كنا نلعبها. طفلة إيدها مستندة على جدار. أنا نزلت تغريدة عليها في تويتر إنه شو؟ لعلي أجد يدا، لعلي أجد سورا ترتاح عليه يدي في وطن. الله، هاي اللوحة نفسها اللي معنا. يمكن هلأ كمان المفروض نشوف شوية صور. ما بعرف إذا جاهزين فراس. حنشوف أيضا صور للوحاتك ونحاول نعلق عليها أكثر. هاي اللوحة اللي شفناها كمان بالاستوديو. نعم. بلشنا باللوحة الأولى. ندى عطينا هيك تعليقات سريعة. نعم. كل لوحة. هذه لوحة مع نفسي. هذه أجسادنا أسئلة معلقة. هذه قصيدتي لهذا العالم، إني أحبك. طفل يبحث عن وطن. فجأة تخلت يده عنها، لكنها مثل الحرية ما زالت تحلق عاليا. هاي اللوحة كثير حلوة وألوانها كثير غريبة. هذه الألوان لا تمسح أسئلتي. حلوة كتير. هذه لعل يدي تجد سورا ترتاح عليه في وطن. ندى تقريبا كم عدد اللوحات اللي صرتي رسمتيها؟ 17 لوحة. لا لليوم. كتار. أرسم زيتي وأرسم. هلا أكريليك. بس أنا أكثر شيء أميل للأكريليك. هذه هكذا عدنا، ولكننا أيضا لم نجد الذين كانت دموعنا من أجلهم. أم وطفل، غياب الرجل.
هذه لعل هذه ملامح، فقدنا ملامحنا بسبب فقدان الوطن. طيب ومين المقصود بالرجل اللي كان قدام المرأة بالصورة؟ لعل لعل لعلكم تسمعونا قبل. حلو. طيب ندى، نعم، بدي احكي الرجل. بدك تعلقي شيء؟ تفضلي. الرجل المقصود بالصورة؟ اي رجل. أي الرجل اللي كان غياب بالصورة. غياب الرجل، النساء اللي فاقده زوجها، اللي بسبب تعرفين الحروب، بسبب الطلاقات، يعني غياب الرجل. صح. طيب يعني ندى، انت ايضا مو بس فنانه تشكيليه، وانا عم اعرف عنك بتكتبي او الك اعلاميه. عندي صحيفه الكترونيه، صحيفه الرابطه للثقافه والفن والادب. عم يتقاطع الفن مع الاعلام؟ لا كيف؟ بالعكس بالعكس، يعني بعيد كل البعد. يعني فكره اللوحه هي تبدي كتابه، مرات اكتبها انه تعجبني قصه، تعجبني بيت شعر احبه يعني يتجسد بلوحه، شيء كمل شيء. الصحيفة بالنسبة لي يعني هي ليست يعني مشروع تجاري، وإنما هي شيء ثقافي للارتقاء بالذائقة الثقافية للقارئ وإلي بالتأكيد. لهيك أنا حسيت أنه أنت كفنانة يعني ممكن المشروعين يتقاطعوا مع بعض، لأنه يعني أنت بالجهتين، سواء باللوحات أو بصحيفتك الثقافية، عم تحاولي يعني تعلي هذا الذوق. خلينا نعم، أكيد أكيد عندي الفنان لازم يرتقي. هاي الخط العربي عم نشوف هلا أيضا. نعم، في درست الخط العربي في معهد الشارقة للفنون، وعلى يد أستاذي كان الفنان المبدع محمد النوري. هذه لوحة بالخط النسخ، شاركت بعدة معارض في الخط العربي، ولكن الفترة الآونة الأخيرة اتجهت للرسم. طيب وجدت نفسي بالرسم. ما هي يعني أنا بدي أسألك، أمام الإعلام والخط العربي والفن، وجدت متعتي وسعادتي في الرسم أكثر. قد ايه تقريبا تاخذ اللوحة معك وقت وأنت يعني ترسميها؟ يعني هي حسب ما يعني أنت فكرة اللوحة وإنجازها تاخذ وقت، يعني مو شيء بسيط، حسب الهمة الفنان ممكن تاخذ يعني أسبوعين ثلاثة، حسب حسب هيك الهمة بالضبط. نعم. طيب أوقات يعني بيعتب الناس أو بيعتقدوا أنه بعض اللوحات الفنية ما حدا بيفهمها، وكأنه الفنان يعني هيك هو بس عم ينقل مسج بباله أو حالة نفسية. ما هي المشكلة، إحنا عندنا مشكلة أنه اللوحة تعيش في حالة غربة، في حالة غربة بين المتلقي وبين الفنان. طيب وبالتالي هذا الشيء ما بيخلق عند المتلقي شتات لما عزيزتي هذا ما يجي من هذا، مو ناتج من لا شيء. المفروض يعني المتلقي كذلك يهتم بالفن، زيارة المعارض، يرتقي بالذائقة البصرية، الذائقة الجمالية. أنا ما ممكن أجي أفهم لوحة اليوم وأنا ما عندي اطلاع أي شيء بسيط عن الفن. والمفروض كذلك يعني اللوحة من تجين تقريها، المفروض أن يكون عندك فد باكراوند بسيط عن الفنان تفهميها أكثر. لذلك أنا حاولت في معرض الأخير أضع تغريدة تبسط فكرة اللوحة. كنت عم تحطيها يعني على تويتر ولا نزلت على تويتر، وبالمعرض مع كل لوحة كنت حاطة التغريدة، فكل الزوار اللي اجوا شافوا المعرض فهموا لوحاتي، كانوا يعني يقولوا لي انه هاي التغريدة سهلت امورك كثير. بالضبط. تقريبا هذا المعرض الثاني لأ. نعم، شخصي هذا المعرض الشخصي الثاني. شو حسيتي المعرض الاول كان يعني كان فيه نواقص حبيتي انك تتلافيها بالمعرض الثاني، سواء من خلال رسماتك او تقديمها او كيف؟ المعرض الاول كان غير، كان في معرض في نادي سيدات دبي. المعرض الثاني كان في انجاز اكثر، تجربتي نضجت اكثر، ولحد الان انا بعد يعني تجربتي ما زالت يعني خلينا نقول في بداياتها، ومستمره في الدرس والبحث، وان شاء الله ترتقي اكثر واكثر ان شاء الله. بنتمنى لك كل التوفيق، وعطول هيك نشوف لوحات تنوري فيها معرضك والاستوديو. شكرا لك الفنانه ندى الهاشمي. طبعا اخر معارضك مثل ما قلنا تحت عنوان الذاكره والحلم. شكرا لوجودك معنا. شكرا جزيلا لكم، حبيت كثير هيك.